اسمك ايه يا راجل؟ تلميذك قنبلة رجولة. فارس الجن. اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. بس وحياة قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السينما. مش تبطل عط بقى؟ انا بتعط برضه. في حد يزق الواد علينا؟ الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. يا اما نبقى نعرفهم زيهم يا اما تبقى نهايتي انا وانت يا جن. هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السوداء؟ تصدق ان هم كانوا بيدلعوني وانا صغير ويقولوا لي يا رزق. واللي عند الرجاله ما يروحش. ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. طريق كله تكاتك وميكروباصات. انما انا طريقي مسافلت ما فيهوش مطبات. هو انت من النوع اللي بتخاف؟ اصل المصريين بيخلفوا اسود مش خرفان. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. لا انت ايه حكايه امك معانا؟ الواد مش عايز يجيبها لبره. هنخلص منه. وانا هجيبه لك خالص تخلص بالدليل اللي انت عايزه. اديك في الشط في البحر، اديك في الارض في البحر، اديك في الجركن تركن، اديك في الحاره، اديك في البس نظاره، اديك في الجزلك سيف، اديك على قد الكيف، اديك من فضلك هذا، اديك وتقول لي لماذا؟ ترسم في السكة أديك ترسم على الدكة أديك تتعلم مني أديك بس افهم مني أديك بس اوعى تقيس أنا شايفك حي نفيس أديك وكل مرونة خليك ياض في البلكونة الفلوس فين يا انتوا رجالة انتوا بالرغم على نفسك يا عم الحلو الحلو بعد الكوشر يا عم هي فين الفلوس يا أمك انت من هنا ورايح مالكش أي حكم علي هتضل لي أخويا من عندك تتحرك على الطريق الصحراوي أنا المتحدث شيل ايدك بالقلم يا بنت بقول لك مش هسيبها الرجوله ملهاش قطع غيار احنا من نزله السمانيا شويه نسوان عشان كده ثقه في الله هكسب